أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم. نتوقف فيها عند قضية الإعلامي والضابط السابق في المخابرات الجزائرية هشام عبود الذي تأكد العثور عليه اليوم في برشلونة حسب الإعلامي الجزائري المقيم في فرنسا عبدو سمار. كما نتوقف في حلقة اليوم حول خطوط الجوية الجزائرية وتجدد الجدل حولها بعد إلغائها عشرات الرحلات. إذن في تطور في قضية هشام عبود، كشف الإعلامي الجزائري المقيم في فرنسا عبدو سمار أنه تم العثور في برشلونة على الصحفي والضابط السابق في المخابرات الجزائرية هشام عبود من قبل الأجهزة الأمنية الإسبانية بعد أن اختفى في ظروف غامضة لثلاثة أيام. وقد كشفت حسب عبدو سمار مصادر له أن الأمن الإسباني تمكن من إنقاذ هشام عبود من محاولة اختطاف من طرف أربعة أشخاص، وأن عبود تعرض للاعتداء والمعاملة السيئة من قبل هؤلاء. نسمع ما يقوله عبدو سمار منذ قليل فقط على قناته على يوتيوب. Et nous avons pu confirmer à l'heure où nous allons diffuser cette émission que Monsieur Hicham Abboud a été retrouvé par les services de sécurité espagnols. Monsieur Hicham Abboud a été victime, je le confirme officiellement, d'une tentative d'enlèvement à Barcelone. Et c'est la Guardia Civile, la gendarmerie espagnole, qui est intervenue pour le secourir. Nous n'avons pas des détails concernant les l'opération qui a été menée, qui sont les personnes qui l'ont enlevée, pourquoi elle a été enlevée. Et je m'arrête le à l'heure actuelle, je dis bien au stade actuel, je n'ai pas la moindre de réponses précises, et celles et ceux qui vous donneront des réponses à ces questions-là, et sachez que ce sont des aventuriers. Qu'est-ce qui s'est passé pour le moment? Qu'est-ce qui se passe pour le moment où je serai? Hicham Abboud a été victime d'une tentative d'enlèvement à Barcelone. Il est arrivé à Barcelone. Et une fois qu'il a été arrivé, il a été donc une véritable tentative d'enlèvement. Il a été violenté par les personnes qui l'ont enlevé. Il a été malmené. Il a été agressé. Et lorsqu'il a été libéré entre guillemets par à travers une opération policière espagnole, la Guardia Civil, qui est l'équivalent plus de la gendarmerie que de la police, il a été récupéré et deux à quatre de ces personnes qui sont responsables de son enlèvement sont en ce moment en état d'arrestation à Barcelone en Espagne. Qui sont-ils ces personnes? On le sait pas. Sont-ils des Algériens? Pour le moment. معنا من مونريال ناشط جبل الله صايغي. إذن هذا عبدو سمار ينقل هذه المعلومة عن مصادر مطلعة كما قال. هذا هو التطور في قضية هشام عبود، تم العثور عليه بعد اختفائه منذ الخميس. كانت الرواية في البداية على أساس أنه سافر من فرنسا إلى مدريد ثم فقد الاتصال به ولم يتم العثور له أثر منذ الخميس. الآن عبدو سمار يؤكد بأنه الأمن الإسباني تدخل وأنقذ هشام عبود من محاولة اختطاف كما كنا نسمع، وفي التسجيل المطول يقول من قبل أربعة أشخاص ليس واضحا هويتهم، وأنه الأمن الإسباني لا غوارديا سيفيل الإسبانية تحتجز واعتقلت اثنين من أربعة أشخاص متهمون ب اختطاف هشام عبود. وعبدو سمار يقول له تعرض للاعتداء والمعاملة السيئة من قبل هؤلاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا أدري إن كنت تسمعني أخي جمال. نسمعك بشكل واضح. نعم، أولا يعني نحن نقول أولا الحمد لله على سلامته، يعني هذه بداية، ونحمد الله على سلامة كل جزائري يختطف أو يتعرض لسوء مهما كان يعني نوعه أو فكره أو غير ذلك. أنه شخصيا يعني مثلا أنا لا أعرف هشام عبود شخصيا وهو لا يعرفني كذلك، وقد يعني أختلف معه جملة وتفصيلا في كل ما يقول وغير ذلك، لكن في كل الأحوال يبقى جزائري طبعا
نستنكر ونجب كل ما يتعرض له أي جزائري سواء كان في الداخل أو في الخارج، وخاصة في هذه العمليات، في عملية الخطاف أو غيرها، يعني ولا تعرضوا للعنف أو تعرضوا للسجن أو تعرضوا مثلا إلى غير ذلك، فكل هذا نجبه بكل ما نستطيع وبكل الوسائل. هذه حاجة مسألة طبيعية. أقول أحمد الله يعني على سلامته، يرجع إن شاء الله يرجع سالما لأهله ولعائلته. ربما يعني هذه يعني شيء جميل جدا أن نسمع على الأقل أنه يعني قدر الأمن الإسباني أنه يعني يوقف هذه المجموعة من الأشرار مهما كانت جنسيتها ومهما كانت يعني أهدافها، فهي مجموعة من الأشرار بالتأكيد. نتمنى أنه تكون يعني الأضرار اللي تعرض لها يعني تكون خفيفة، فهمت؟ وكذلك نتمنى أنه السلامة لكل الجزائريين. لحد الآن الإنسان ما يقدرش يدخل يعني في مسألة دي سبيكولاسيون، يعني معناها مضاربات ولا يتهم جهة معينة أو جهة أخرى إلى غير ذلك. نتحفظوا كثيرا على هذه المسائل حتى يظهر على الأقل، حتى يرى هشام عبود حتى يتكلم، أكيد راح يتكلم هشام عبود ويعرف الجهة ونعرف الجهة اللي اختطفته. لكن بداية كما قلت أنا يعني أتضامن معه ويعني أجب هذه مثل هذه الأعمال مهما كان مصدرها. طبعا حسب عبد الصمار أنه هو الآن بين في رعاية السلطات الأمنية الإسبانية التي قدمت له يعني الإسعافات المستعجلة حسب عبد الصمار، وأنه هو يقول أنه لم يتم فتح بعد تحقيق، وإنما قضاء إنما تحقيق أمني حسب عبد الصمار والعهدة عليه. وأنه هذه القضية طبعا كانت الكثير من التساؤلات وحتى مثل ما أشرت يعني التخمينات والمضاربات وتضارب حتى المعلومات حول قضية هشام عبود منذ ظهرت أمس في الحقيقة السبت، مع أنه اختفى منذ الخميس ولم يتم فقد الاتصال معه. يقول عبد الصمار روايته أنه لديه 4 هواتف، وأنه كل هذه الهواتف 4 هواتف لم يكن بالإمكان الوصول إليها. نعم بالتأكيد، يعني الناس اللي يخطفوها أكيد راح يحجزوا الهواتف يعني بداية، هذه مسألة يعني مفروغ منها. كما قلت يعني إذا كان يعني مجموعة تسمى يعني مكلفة باختطافه، نقول نحمد ربي على أنه يعني قدر الأمن أنه يوصل إليه. يعني لو كان ما وصلش إليه ربما تكون المسألة أكثر تعقيدا، وتكون يعني لا قدر الله ربما أشياء أخرى لا نحبذها ولا نريد حتى يعني أن نتكلم عنها. لكن كما قلت يعني شخصيا كل يعني ما يم أنا شخصيا قلت لا أعرفه ولا يعرفني ولا أتفق حتى مع طريقته أو أسلوبه أو تفكيره إلى غير ذلك، لكن كجزائري أتضامن معه وأتضامن مع كل جزائري يختطف ويتعرض لسوء مهما كان، سواء كان في الداخل أو الخارج، مهما كانت الجهة التي يعني سبب في هذا الاختطاف أو في هذا العنف اللي يعني تعرض له هشام عبود. ونتمنى له السلامة، نتمنى له أن يرجع لأهله في صحة جيدة وفي عافية، كما نتمنى يعني العافية لكل الجزائريين. ويبدو أن الأيام المقبلة ستأتي بالجديد وتكشف عن بعض يعني الأسباب أو الخفايا لهذه القضية، وعندها يكون لكل حد حديث. لكن شخصيا أتحفظ على كل يعني طيب دخول في تخمينات أو تأويلات إلى غير ذلك. طبعا هشام عبود طبعا إعلامي معروف في الجزائر، أيضا ضابط سابق في المخابرات، قبلها أيضا في الجيش، كان يقول بأنه كان حتى في فترة رئيس تحرير مجلة الجيش، وكانت له مسؤوليات، كان مدير مكتب مدير المخابرات في الثمانينات، وكان له مسار إعلامي، أنشأ كان يشرف على صحيفة الأصيل التي كانت مملوكة لمحمد بتشين مدير المخابرات سابق، ثم كان بينهما ما كان، ثم ترك البلاد ولجأ إلى فرنسا وألف كتابا بعنوان مافيا الجنرالات،
ثم عاد في فترة ما في للجزائر وأنشأ جريدتين بالفرنسية، جريدتي بالعربية ومون جورنال بالفرنسية. ثم كانت له ما كان مع سعيد بوتفليقة حينها، واضطر إلى أيضا ترك البلاد. هذا هو يعني جزء من مسار، ولهذا هو في العناوين هشام عبود يعني. نعم يعني انا يعني نوعا ما اعرف مساره كما ممكن نتكلم عليه. وهو اعلامي وهو ضابط يعني في الجيش سابقا، وخرج بعد تقريبا نهايه 25 سنه من الخدمه في الجيش، وبعد ذلك خاض يعني معارك كبيره في مساله يعني تكوين المجلات او الجرائد وغير ذلك، وحتى خروجه الى باريس ومعارضته للنظام، ربما معارضه شرسه كما قلت باسلوب معين مختلف. هو طبعا انا يعني اختياراته، لكن وان كنت لا اتفق معها قلت كما وضحت، انا ما عنديش علاقة شخصية به، وربما لو ناقشته يعني ربما يعني عندي عليه كثير من المآخذ في أسلوبه ولا في كذا، وإن كان يعني أحترم كما قلت حريته، أحترم آراءه وما عنديش مشكل معاه شخصيا لأني لا أعرفه، لكن كتوجه يعني في طريقة معارضته للنظام أو في طريقة في كثير من الأمور أخرى أختلف معه كلية. لكن هذا الاختلاف طبعا لا ينفي أني نحترم اختياراته، وكذلك أني دافع عليه على حرية يعني أن يقول الكلمة التي يريدها بكل حرية، ما دام لا يستعمل العنف، ما دام لا يستعمل العنف من حق الجزائري يقول رأيه بكل حرية، وهذا من المفروض أنه هذا الشيء يقع في بلادنا ونحن في الجزائر مش في الخارج. يعني مهما كانت آراؤنا مختلفة ومهما كانت مثلا عن توجهاتنا السياسية مختلفة، لكن من المفروض أننا نستطيع أن نقولها في الجزائر، وأن الجزائر باستطاعتها أن تحوينا جميعا، وبهذا الغنى في الأفكار وفي التوجهات وفي كذا، هذا هو الغناء الذي يجعل من البلاد أن تتقدم. الرأي الواحد لا ينفع، الرأي الواحد لا يفعل شيئا، لا يقدم ولا يؤخر في يعني في بناء الدول. الرأي الواحد هو يبقى رأيا واحد، لكن الجزائر فيها 50 مليون، أنا وتقريبا 50 مليون جزائري، وعلى الأقل شيئا لكل مليون عنده رأي. طيب فلماذا نحجر على كل هذه الآراء ونكتفي برأي مجموعة فقط تقود الجزائر منذ الاستقلال يومنا هذا، وهي يعني يوما بعد يوم تقدم بها إلى الهاوية؟ طيب هذا هو المشكل الكبير اللي كان في الجزائر، حتى أننا نصل إلى الاختطاف، وربما نصل للقتل، وربما نصل للاغتيالات. يعني والنظام الجزائري يعني كما قلت أنا لحد الآن ما نقدرش نتكلم أو نعلق على هذا الاختطاف بالذات، لكن عرفنا اغتيالات أخرى سياسية من طرف النظام الجزائري لمعارضين سياسيين، نذكر منهم مسيلي، نذكر منهم كثير من الشخصيات التي اغتيلت في الخارج، وطبعا اغتالها النظام الجزائري. ولذلك هذا الأمر يخلي الناس حتى وإن كان المسألة ما زالت يعني ما عندناش عليها معطيات كبيرة، لكن تخلي دائما الجزائريين عندهم يوجهوا أصبع الاتهام لجهة معينة اللي هي النظام الجزائري كعادته. يبقى معنا جاب الله سايغي، إذا فاصل ونفتح الموضوع الثاني في حلقة اليوم. إلى موضوع الخطوط الجوية الجزائرية والجدل التي تثيره، حيث أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها قبل أيام عن إلغاء عدة رحلات دولية ووطنية، بالإضافة إلى تغيير في الأوقات خلال الفترة الممتدة بين 21 أكتوبر الحالي والأول من نوفمبر المقبل. أوضحت الشركة أنه تم إلغاء 12 رحلة دولية و22
رحلة داخلية خلال الفترة الممتدة بين 21 أكتوبر والفاتح من نوفمبر، كما تم تغيير توقيت 40 رحلة دولية و30 رحلة داخلية. الجوية الجزائرية تعلن في بيان إلغاء 12 رحلة جوية دولية و22 داخلية وتغيير التوقيت 40 رحلة دولية و30 أخرى داخلية بين 21 أكتوبر والفاتح نوفمبر المقبل. القرار وصفه مسافرون بالمفاجئ، خصوصا أنه يأتي في موسم العطلات إذ يسافر كثير منهم خصوصا المهاجرين. الشركة لم تذكر سبب القرار، لكن هناك من ربطه باستعراض عسكري يحضر له بمناسبة ذكرى أول نوفمبر. هناك حديث عن التحضير لاحتفالات ضخمة في الذكرى 70 للثورة التحريرية، وقد أثار شعار هذه 70 جدلاً وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. الجزائر سبق أن نظمت احتفالات كبيرة بعيد الاستقلال دعي لها شخصيات من خارج البلاد ودون تعطيل لرحلات الجوية الجزائرية. شركات النقل الجوي تقوم بإلغاء رحلاتها، لكن ليس بسبب احتفالات تاريخية كما قال معلقون. القرار جاء من السلطات العليا في البلاد وفق متابعين، وقد أعاد ملف تسيير الشركة للواجهة. الشركة سبق وأن أعلنت عن خطط لرحلات جديدة لإفريقيا، لكن لا يبدو أنها تسير كما خطط لها مع ورود حديث عن إلغاء بعضها. شركات نقل في دول توصف بالصغيرة حققت أرقاما ونجاحات باهرة عالميا، فيما تبقى الجوية الجزائرية في مستويات متواضعة جدا. معنا في النقاش دائما جبل الصايغي الناشط في الجالية الجزائرية في مونريال، وانضم إلينا في النقاش يوسف عمار خوجة ناشط في الجالية الجزائرية في باريس. نبدأ معك يوسف عمار خوجة، ما رأيك في هذا الجدل الذي تثيره الخطوط الجوية الجزائرية وإلغاء عشرات الرحلات؟ أولا السلام عليكم. السلام. غربية وأخونا في مونريال، إن سمحت أترحم على أبو إبراهيم البطل الشهيد الفلسطيني أولا. وبعد موجة الاضطرابات في الرحلات البحرية كما شفناها في الصيف اللي فات، ها هي موجة جديدة في اضطرابات جديدة في الرحلات الجوية، يزعم أنها لا علاقة بالاحتفال بأول نوفمبر، لكن أظن أن هذه الموجات الاضطرابات هي تدخل في صراع العصابات. كما تعلمون أن معظم الإدارة وبعض الشركات الوطنية تتحكم فيها عصابة أكثر من عصابة أخرى، وتحرك في أوقات أين المواطن والمواطن الجزائري يحتاج لها بشدة، مثلا في العطلة أو للأعياد. فهذا للأسف تستعمل كل وسائل التي في الحقيقة لابد أن تسهل الحياة الجزائريين، وخاصة الجالية الجزائرية التي هي بالملايين في الخارج، تستعمل لحسابات عصابات على عصابات أخرى. ولكن هناك من قال أن السبب ربط السبب بأنه ربما للتدريب استعراضات جوية كبيرة واستعراض عسكري ضخم في 70 الاستقلال في أول نوفمبر، وحتى التوقيت الذي أعطته الخطوط الجوية الجزائرية ينتهي في الأول من نوفمبر وأعطت حتى في الصباح. هناك من قال بأنه هذا هو السبب وليس ما كما ذكرت، يعني على ما فيها من صراعات في الجزائر. يعني هذه الذريعة كما نعلم في معظم الدول وحتى الدول العظمى لا تحتاج إلى هذا التطبير وهذا التنفيخ لإظهار مثلا
سلاح أو سلاح جوي، والذي كله مستورد من طرف الجيش للأسف من روسيا خاصة، وهذا خطر على العاصمة مثلا، وخطر باستعمال الطائرات مثلا سوخوي أو طائرات الميغ التي هي قديمة، والتي نعلم أن بعض الطائرات ما كاش سنة في الجزائر لا تحدث مثلا حادثة سقوط الطائرات، وكيف نتكلم على مثلا أمن الجزائر العاصمة حينما نعود إلى هذه الهرولة بطائرات حربية فوق 3 ملايين سكان الجزائر العاصمة. إذن أقول أن هذه الاستعراضات لن تكون في صالح، ليس في صالح سمعة الجيش، وليس في صالح سمعة الجزائر، وليس في صالح أمن المواطنات والمواطنين في منطقة العاصمة والجزائر الكبرى. ولكن دول كثيرة تعمل استعراضات جوية يعني في المناسبات في مناسباتها يعني معظم هذه الدول نراها أنها من ديكتاتوريات أو من قوى استعمارية سابقة. حتى القوى الكبرى في فرنسا استعراضات جوية، في بريطانيا، في أمريكا، بالعكس هذا هو المعمول به، أن يكون هناك سرب الطائرات التي تقوم حتى برسومات على الجو في المناسبات. طبعا مثلا هنا في فرنسا يعني هناك نسبة معتبرة من الفرنسيين ضد هذا الاستعراض العسكري الذي يشل جزء من قلب باريس مثلا، والجزء الآخر الذي من الممكن أن نتفهمه هو أن الاستعراضات الجوية للسلاح العسكري في هذه الدول هو سلاح منتوج محليا، والاستعراضات الجوية يليها مباشرة سوق للأسلحة في مثلا في البورجي هنايا في فرنسا. إذن معظم الدول العاقلة التي تسير ميزانية الجيش بشفافية وبمحسوبية وبحساب محاسبة مع الشعب من طرف مثلا المجلس الشعبي الوطني، في هذه الدول لن نرمي الملايين، عشرات الملايين ولو ممكن مئات من الملايين الدولارات إلا في التنفيق وفي هذه الألعاب، ألعاب غير ليس لها معنى وخطيرة للمواطن والمواطنة الجزائري. طيب جاب الله صايغي مرة. شوف أخويا جمال، أولا مسألة عدم إعلان الأسباب في حد ذاته مشكل كبير في هذا النظام، يعني لما يخليك انت ولا انا نقول ربما لسبب مثلا استعراضات تاع نوفمبر، او ربما لسلامه مثلا الزوار او ضيوف الجزائر او الى غير ذلك، يعني هذا مشكل كبير في التسيير، مشكل كبير. من المفروض انه الشركه حتى وان يعني بلا ما نرجع نناقش المساله من جهه اخرى، لكن حتى وان حدث هذا المفروض انه تكون هناك شفافيه، قال نظرا لانه راح يكون استعراض مثلا واللي يكون تحضير ويكون هناك ضيوف للجزائر ولا هناك لسلامتهم او لحفظهم وكذا، نحن نقوم بتعليق او بتغيير او الى غيره، وهذا مش عجيب. لكن المساله انه تبقى الامور تسير بهذه الضبابيه، وانه المواطن يعني يبقى دائما لازم ياول او لازم يبحث عن مصادر اخرى خارجيه او يبحث عن مصادر من تحت الطاوله باش يلقى المعلومه هذه، هذا مشكل في حد ذاته كبير، وهذا مشكل في النظام الجزائري، مشكل يعني اساس. ربما هذه طبيعه النظام هذا هو انه نظام غامض، نظام ما يقدرش يعني يتعامل مع المواطنين او مع مثلا هنا المسافرين في هذه الحاله، مع المسافرين ومع الزبائن نتاعو بكل شفافيه. الجزائر دوله ذات سياده، والجزائر يعني من حقها انها تتصرف مثل ما تراه، لكن المساله مش هنا، مساله العيب. وين العيب؟ انه لما تكون ذو سياده وتكون من حقك أنك تتصرف كما تريد، لكن لا تتصرف وتصرف بغموض، فهذا يطرح أسئلة كبيرة 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 بزاف في هذا النظام الجزائري. ومن ثم فأنه مثلا مبدئيا يعني شركة القوات الجوية الجزائرية شركة من المفروض
أنها شركة اقتصادية، يعني معناها أنه يهمها الربح، أنها تتعامل أو تنقل المسافرين باش تحقق أرباح معينة لها وللخزينة الجزائرية. فلما تعلق وتغير مثل هذه الحالات، هناك يعني دي كونسيكونس، هناك نتائج تنتج على هذا القرار. هل هو قرار مدروس؟ هل هو قرار مثلا أخذ منذ مدة؟ هل نراعوا مثلا المشاكل اللي راح يسببوها لزبائنهم، للمتعاملين معهم؟ هناك رجال أعمال، هناك ناس مثلا راح ترجع من الخارج لترى أهلهم في مناسبة، هناك ناس خطوا في العطل لتاعهم باش يدخلوا الجزائر، هناك ناس راح يخرجوا لأمور مثلا تخص من غيرك. هل هؤلاء يعني هذه الشركة رأت كل هذه الظروف وهي تأخذ هذا القرار اللي أنا شخصيا وهي ما عندتش عليه، وبالتالي يفسح لي أنا المجال ولك ولغيرنا أن نأول هذه المسألة كيف ما نشاء؟ طبعا الشركة في بيانها قالت بأنه يعني خاطبت زبائنها بأنه التواصل وحتى تعويض التذاكر كما جاء في البيان، تواصل مع الشركة نعم تواصل، وأنا وأنت والجزائريين كامل يعرفوا كيفاش لما تحب تتواصل مع شركة تقول جوال الجزائر، خاصة يعني أنه ما يردوش على الهواتف، ما عندهمش مثلا إيميل، ما عندهمش احترام للزبائن، ما عندهمش كذا، لكن هل يكفي التواصل؟ هل يكفي تعويض؟ أنا لما نكون مبرمج مثلا لدي أعمال معينة باش نقوم بها في الخارج، أو لدي مثلا زيارة مبرمجة منذ مدة للجزائر، لحظة تجي وتقول لي أنها علقت، هل هذا يكفي؟ هل يكفي؟ مش مسألة مثلا دراهم بالنسبة لي أنا، ولا بقدر ما هي مسألة مبدأ، بقدر ما هي مسألة برمجة إلى غير ذلك. فمن ثم أنا نقول بأنه التعامل وإلى التخطيط. طيب يعني هل إذا كان في هذه طبعاً الفترة راح تبلوك الخطوط الجوية الجزائرية، من المفروض أنك تعلن عليها منذ مدة وما تخليش الناس يحجزوا التذاكر تاعهم في هذه الفترة، من حقك، لكن مش من حقك بيجي في آخر لحظة ثم تضرب كل جزر وكأن شيء لم يكن، ولا كان هؤلاء الزبائن يعني لا شيء بالنسبة لك. وهي هذه الحقيقة، الحقيقة أنه هذه الشركة تتعامل مع زبائنها كيف ما تشاء ولا تعطي لهم أي احترام، هذا أمر مفروغ، وهذا هو ما أثر على سمعتها وسيؤثر على سمعتها إن بقي لها من السمعة شيء. طبعا البيان كان يوم الخميس، يعني قبل 3 أو 4 أيام، قبل 3 أيام، ويبدأ إلغاء الرحلات، يعني قبل 4 أيام من إلغاء الرحلات، يعني 21 تبدأ هذه الرحلات يتم إلغاؤها. طبعا مثل ما أشرت البيان لم يذكر سبب، طبعا تأويلات أنه سبب هو ربما لإجراء تدريبات لهذا العرض العسكري في الأول من نوفمبر، ولكن الكثير من الشركات تضطر أحيانا لإلغاء رحلات لظروف قاهرة مناخية وغيرها، لكن ليس هناك ربما في التاريخ أنه تم إلغاء رحلات بسبب استعراض عسكري، وأنه حتى نفسها الجزائر نظمت كم من استعراض عسكري آخرها 5 جويلية، ولم يكن هناك أي يعني إلغاء للرحلات. والله كما قلت يا أخي جمال، النظام هذا يضطرنا في كل مرة يعني أن ندخل في تأويلات وفي مضاربات وفي كذا. للأسف الشديد يعني كنا نتمنى أن تكون أمور واضحة مع هذا النظام، لكن يبدو أن هذه عقيدته في التعامل، وهذه عقيدة في التسيير وفي التعامل وفي كل شيء. الآن لماذا؟ لأنه هذا التوجه يعني اللي تعتبون خاصة يعني منذ مجيء تبوين غير ذلك، وبعد الحراك أن هناك توجه خاص لإعطاء كل ما له علاقة بالجيش وكل ما له علاقة بالتاريخ، وكأنه يعني راح نتعلم التاريخ من جديد، أو كأنه راح ينم التاريخ والنظام يحاول يتمم التاريخ من جديد. لكن المسألة اليوم هذا النظام يحاول أن يستغل هذه المناسبات التاريخية اللي المفروض عزيزة على كل الجزائريين، وهذه المناسبات يعني أول نوفمبر ما قامش به تبون وحده، أو ما قامش به مثلا الجيش وحده، وإنما قام به الشعب الجزائري بأكمله. والثورة الجزائرية هي ملك لكل الجزائريين مش للنظام فقط،
والتاريخ لنا جميعا بجميله وبسيئه، نتحمل مسؤوليته ونقبله كما هو، وهذه مسألة ما نخافش منها وما نخجلش منها، لكن أنه يحاول أنه فقط أنه يأمم التاريخ وأنه يجعل له شرعية جديدة من هذا التاريخ، ما هذا هو الشيء المقبول. لأنه اليوم رانا أمام فشل هذا النظام، اليوم هذا النظام هو فشل في كل الميادين، مش في ميدان واحد، في كل الميادين. ولذلك أن يغطي على هذا الفشل أو يريد أن يستعمل هذه المناسبات التاريخية اللي كما قلت عزيزة علينا جميعا وملكنا جميعا لنيل بعض الشرعية، فإيلاس كما يقولوا الفرنسوية، يعني معناها هيهات أنه ما يقدرش للأسف أنه يجعل نفسه أو يحاول يسترجع عذرية جديدة باسم التاريخ أو باسم أول نوفمبر أو 5 جويلية أو 17 أكتوبر اللي مرت منذ أيام إلى غير ذلك. للأسف الجزائريين اليوم رم واعيين بتاريخهم، واعيين بحاضرهم أكثر، واعيين بالتحديات نتاع الحاضر أكثر، ويريدون لمن يحكم الجزائر أن يرفع هذه التحديات، مش أن يعيشنا فقط في الماضي، لأن الماضي تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب. هذه القاعدة اللي قررها ربي سبحانه، يعني هؤلاء الناس داروا مجهودهم، داروا الواجب نتاعهم في الوقت هذاك بكل الأخطاء وبكل السيئات والحسنات، حروا الجزائر وأخرجوا فرنسا وتركوا الجزائر للجزائريين. فمن المفروض أن هذا النظام إذا كان يقدر يتقدم بالجزائر خطوة إلى الأمام فمرحبا، أكانش هناك جزائريون آخرون بكل ديمقراطية وبكل سلمية مستعدين أنهم يأخذوا زمام الأمور ويخطوا بالجزائر خطوة. لكن أن هذا النظام يسجن الجزائريين، يحرمهم من الدخول إلى بلادهم، يصطفهم، يعذبهم، يجعل مثلا دخول جزائري واللي شرط، وكأن أنك تمضي على وثائق معينة وكأنك إرهابي، رغم أنك يعني إنسان مسالم وتعيش في دول ديمقراطية، وهؤلاء هذه الدول أصلا تحارب الإرهاب إلى غير ذلك، ثم يعني يدير الشنطاج الجزائريين حتى اللي يحبوا يدخلوا بلادهم، ثم بعد ذلك يدعي تأميم للتاريخ، ولا يدعي وكأنه الوصي على التاريخ، يبدو لي هيهات 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 أن ينال مثل هذا الأمر. طبعا وهذه الالغاء هذا الالغاء يثير الجدل مره اخرى، يجدد التساؤلات حول اداره الخطوط الجويه الجزائريه. ونسمع تبون بالمناسبه في هذا السياق، تبون الذي كان يعلن عن وجهات لافريقيا. نتابع نفتح ان شاء الله خطوط جويه مع كل عواصم الهامه الافريقيه، لان من العيب والعار أن جزائري باش يمشي لداكار يمر على باريس ولا يمر على، لازم اتصال مباشر. عاصمة الإفريقية هي أديس أبيبا، ما عندناش خط ليها، ما عندناش خط سائل الكوت ديفوار، ما عندناش خط جوي مع داكار إلى آخره. الأمور هذه كل نغيرها إن شاء الله، بدأت تتغير ونكمل معها في سنة 2024 إن شاء الله، حتى تصبح الجزائر حقيقة إفريقية، ما تدورش نهارها إفريقيا. طبعا جدل كبير حول هذه الوجهات. أديس أبابا يقال بأنه يعني كان هناك هذا الخط ليس مربحا. كان تبون كذلك تحدث يوسف عمار خوجة عن خط لجنوب إفريقيا ونفس الشيء جوهانسبورغ ليس مربحا، لأنه ليس هناك مهاجرين مسافرين جزائريين. طبعا في إثيوبيا في المقابل أديس أبابا أكبر شركة وأنجح شركة الآن هي شركة الخطوط الإثيوبية في إفريقيا، بينما تبون يتحدث عن هكذا خط عن خط فتح خط فقط لي، يعني حتى لو كان بدون عائد وبدون ربحية، بينما شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعاني نفسها والمسافرون معها يعانون والجالية وغلاء التذاكر، بينما الخطوط الجوية الجل الإثيوبية تحقق نجاحات كبيرة. وإثيوبيا حينها عندما كان تبوني يقول هذا الكلام، إثيوبيا نفسها في إطار تخفيف النفقات كانت
ألغت سفارة الجزائر أصلا حينها يعني للتقشف، لأنه تقول أنه ليس لديها إمكانيات وليست بحاجة لسفارة في الجزائر. أستاذ جمال، كما قلت أنا تطور طيران الإثيوبي، ورغم أن مثلا الجزائر موقعها استراتيجي للطيران العالمي، الجزائر أقرب لأوروبا ولأمريكا الأمريكيتين وللشرق الأوسط بآلاف الكيلومترات مقارنة بإثيوبيا مثلا. لكن لأعود لهذه الفرضية، أن بمناسبة ذكرى 70 لأول نوفمبر هي سبب إلغاء رحلات شركة طيران الجزائرية، لماذا لم تلغى الشركات الأخرى مثلا الأجنبية كأير فرانس ولا بريتيش إيرويز ولا لافتانزا ولا لماذا الشركات الأجنبية لها الحق أن تطير فوق سماء الجزائر العاصمة ويمنع الجزائريون بشركتهم الوطنية التي لهم الحق أن يحاسبوها، يمنع الآلاف من العائلات الجزائرية أن تذهب لصلة رحم، على الأقل صلة رحم، وما هي إلى ساعتين من فرنسا مثلا، أو من بضع ساعات من أوروبا من إسبانيا أين تتواجد الجزائر بكثرة. إذن هذه القضية ذكرى 70 أول نوفمبر يعني فيها تساؤلات كثيرة، لماذا شركات أجنبية لها الحق أن تكون تطير فوق الجزائر العاصمة في أول نوفمبر؟ إذن هذا هو السؤال الذي أطرحه على مسؤولي الشركة الوطنية الجزائرية. وطبعا رأينا أن هناك تغيرات كثيرة في إدارة هذه الشركة. نعلم أن أول مسؤول على هذه الشركة هو من العسكري وعسكري، وتدار الشركة الوطنية. لكن ليس المسؤول على الشركة بن حمود مدني وليس عسكريا يعني. لا، كان عسكريا. من كان عسكريا؟ من كان؟ كيف اسمه؟ أنا أعرفش، ما عنديش معلومة هذه صراحة. أنا أعرف أنه الآن الرئيس مدير الشركة الحالي هو، ربما تتحدث عن شركة النقل البحري وليس الخطوط الجوية الجزائر. مطار الجزائر. نعم، أنا قلت أنا أعتقد تقصد الخطوط الجوية الجزائرية. مطار الجزائر، نعم، مديوني. نعم، مطار الجزائر يعني من يتحكم في مطار الجزائر يتحكم أكثر، له نفوذ أكثر من شركة الخطوط الجوية الجزائرية. مسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية. هل هنا صراع بين الإدارة الجديدة في مطار الجزائر والشركة الوطنية؟ هذه كل تساؤلات على ما يحدث في هذه الفوضى العارمة في الإدارات الجزائرية. للأسف أنا حزين للوضعية التي تضر بمصالح المواطنين مباشرة، وخاصة بعد ما قلت أن جاز صيف صعب جدا على العائلات الجزائرية في رحلات البحرية، وهي رحلات جوية تعرقل ثانية. ومهما كانت التعويضات فإن العائلات الجزائرية في الهجرة يجب عليها أن تنظم، أن تبرمج، أن حسب مثلا أوقات الدراسة والعطلة للأطفال، وكل معظم الجزائريين يجب أن يتخذوا تأشيرات من طرف الشركات ومن طرف الوظائف. يعني لا تذهب، ليس لنا الحرية أن نختار بالدقة متى نذهب إلى الوطن. فهذه ليست إلا قضية المال أو قضية خسارة المال، لا، مهما كانت التعويضات، ممكن الناس عندهم جنازات، ممكن الناس عندهم مرضى في البلاد، يعني هذا. ولكن حتى التعويضات يوسف، ليست هذه من أموال الجزائريين؟ هذه التعويضات لماذا المفروض هذه الشركة خاسرة
ورغم غلاء التذاكر الجزائريين وغياب التنافسية غلق السوق الجزائري وأيضا توظيف المحظوظين في خطوط الجوية الجزائرية من أصحاب النفوذ بأجور عالية، هذه أيضا من ناحية المالية لماذا تنفق هكذا أموال؟ يعني لماذا يتم إلغاء بخسارة رحلات؟ يعني يا أخي تتذكروا أن بعد نهاية الكورونا فتحت الرحلات وكانت آلاف العائلات الجزائرية التي اشترت تذاكر للذهاب لزيارة الأقارب العائلات. وأنا وأذكركم أن لحد لليوم ما زال عائلات ألغيت رحلاتها لم تحصل على تعويضاتها. إذن أكثر من سنتين هناك ناس لم يتحصلوا على تعويضات، هناك ناس يعني فشلوا في الطلبات لأن البيروقراطية في التعويضات هي كعقد متتالية، فناس مواطنين ومواطنات جزائريات يعني سمحوا في التعويضات بالالاف الاوروات، وكلنا نعلم ان معظم الجزائريين هنا يعني طبقه وسطى وطبقه كادحه، الاف الاوروات التي كانوا لزيارة أقاربهم بعد الكورونا التي دامت سنتين. إذن هذه يعني حقرة للشعب الجزائري وللجالية الجزائرية خاصة. طيب جاب الله سايغي، يعني خطوط الجوية الجزائرية حتى مرتبة حتى إفريقيين ليست في المراتب، رغم أنه إفريقيا ليست فيها يعني شركات طيران كبيرة، بينما حتى الجزائر المفروض بلد كبير والمفروض يعني شركة قديمة مقارنة بشركات مثلا القطرية والإماراتية التي تتقدم الآن في التصنيفات العالمية وليس الإقليمية فقط. مثلا شركة الطيران القطرية الأولى من الترتيب الأولى عالميا، الطيران الإمارات الثالثة عالميا، ترتيبات الطيرانات الأخرى العربية حتى إفريقيا الجزائر ليست في المراتب الأولى. يعني لماذا هذا مع أنه المفروض يعني لما كانت للجزائر شركة طيران يعني مثلا الإمارات لم تكن موجودة في 73 يعني كإعلان كاتحاد إماراتي مثلا. نعم يعني إذا أردنا مثلا نبحث يعني دليل أو من الأدلة على فشل هذا النظام الخطوط الجوية الجزائرية، يعني دليل واضح على أن هذا النظام فشل، رغم يعني موقع الجزائر الاستراتيجي فعلا في هذه المسألة. يعني من المفروض أنه كان نحبوا نستغلوا الموقع الاستراتيجي الجزائر، فمن أحد الأبواب أو المجالات التي يمكن أن نستغله هي مسألة الطيران. لو كان هذا النظام مثلا فيه يعني ذرة من الوعي فقط أنه يقدر يجعل الجزائر محطة يعني مركز يدور حول العالم من ناحية مثلا غير النقل الجوي مثلا، أنه باستطاعته أن يستغل مثلا تمن راسط لبناء مطار دولي كبير يخدم غير إفريقيا. مثلا الأفارقة مثلا هنا في كندا مثلا يعانون باش يدخلوا باش يروحوا لبلاداتهم، مصر نفس الشيء، دول الخليج إلى غير ذلك، أنهم يمروا عبر فرنسا أو ألمانيا أو الإمارات أو تركيا إلى غير ذلك. لماذا لا تكون الجزائر من المفروض أولا يخف مطار في تمن راست يجعل منها مركز كبير للنقل، يفتح يخلق مناصب شغل، يجعل تمن راست كولاية كبرى ينمها اقتصاديا، ثم بعد ذلك يجعلها محطة من خلالها يجيوا كل الأفارقة من إفريقيا إلى الجزائر إلى تمن راست، ثم من تمن راست إلى باقي العالم. من المفروض أن تكون تمن راست، وفي نفس الوقت لما تكبر تمن راست نحافظ على أمن الإقليمي
ثم بعد ذلك نفتح تمر راصد لنجعل فيها وظائف الأفارقة اللي رانا قاعدين نعانيهم منها أو قاعدين نسحتوا فيهم يعني بطرق يعني يندلها الجبين. فهذا من المفروض، هذه القوة الناعمة اللي من المفروض أن تستغلها الجزائر في تقوية مكانتها لدى الأفارقة، أنه لما تخدم الناس، لما تجعل مثلا هؤلاء الأفارقة يأوون إليك ويجدون لديك العمل ويجدون لديك الأمن والاستقرار راح يحبوك. الأفارقة ما يحتاجوش أنك تفرض عليهم قرارات، الأفارقة ما يحتاجوش منك أنك مثلا تدير عليهم سيد، بالعكس هذا هو التعاون، وهذه هي القوة الناعمة اللي من المفروض أن نستغلها باش نحسن علاقاتنا مع إفريقيا ونجعل من الجزائر مركز تدور حول إفريقيا كامل. هذا النظام ما يعرفش، هذا النظام تبون يعني على قرار الخطوط الجوية الجزائري، واش دخل تبون أصلا في الخطوط الجوية الجزائري لو كانت الدنيا دنيا؟ من المفروض أنه فتح خطوط لدولة معينة أو لدول معينة، هذا قرار مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية، شوفوا إمكاناتهم، هل هذا ممكن، هذه مربحة مش مربحة، يجعلها في إطار استراتيجية كبيرة، نربط مثلا دول معينة كما قلت، أوروبا، إفريقيا، أمريكا إلى غير ذلك، ونفتح خطوط بما يتناسب، بما أولا يحقق أرباح للشركة ويحقق أرباح للجزائر، يحقق أرباح للسياحة الجزائرية، يحقق أرباح للسياحة في كل المجالات، نربط كل هذه المجالات في إطار خطة كبيرة، في إطار استراتيجية كبيرة تهدف على مدى بعيد. المسائل مش قرارات سياسية، النظام الجزائري يتعامل وكأنه رجال إدفاع. طيب هل 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 التعامل مع الخطوط الجزائرية الجزائرية لأنه تم التعامل معها على أساس أنه بقرة حلوب، توفير وظائف للمحظوظين وأيضا للطيران يعني بتكلفة، لأنه من لحيت بخر له يعني من أموال الشعب في النهاية يعني، وغياب التنافسية يعني السوق الجزائري مغلوق يعني مقارنة بدول أخرى يعني فيها تنوع وخيارات، مع أنه الجزائر المفروض لديها الكثير من المهاجرين في السابق وفي الخارج، ويعني المفروض سوق كبير يعني حتى شركات كثيرة ستدخل للسوق الجزائرية. نعم، ولهذا ما نقدرش نتكلم على الجزائر يعني الخطوط الجوية الجزائرية كشركة اقتصادية، له المشكل لأنه هذا النظام يعيق كل منطق، كل تفكير منطقي، هذا النظام ضده، هذا النظام ما زال يعيش يعني في سنوات السبعينات والستينات، مش قادر يفهم التحولات الجارية سواء كان في داخل الجزائر أو خارجها، هذا النظام عاجز، هذا النظام فاشل للأسف يعني، والذين يقومون عليه يعني تجاوزهم الزمن. هل يوسف عمار خوجة، انا اكون مثلا يعني نحسن النيه ونقول انهم يحبون الجزائر ويحبون مصلحه الجزائر ووطنيون حتى النخاع الى غير ذلك، لكنهم كما قال احدهم جهلاء يعني بحسن النيه. طيب ولكن هل 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 هل, هل, هل هل تشاطر هذا الرأي يوسف عمار خوجة أنه يعني هذا ما يعرفوش، أم أنه ما حابينش يوسف عمار خوجة أنه، وهذا طبعا له تكلفة على الجالية، وأنت تعرف في فرنسا أكبر جالية في الخارج في الجزائريين ومعاناتهم مع الحصول مع غلاء التذاكر ومع الحصول على رحلة إلى البلاد. يعني أتفق مع الأستاذ جبلة، مثلا تم راست كما قال هي مركز نصف القارة الإفريقية، إذا كان هناك مثلا تسيير عقلاني وعلمي واقتصادي للشركة الوطنية قد تكون من أكبر الشركات على الأقل الإفريقية، لأن الجزائر بلد قارة والطيران هو أحسن وسيلة للتواصل حتى داخل الوطن، مثلا الجزائريون الذين يريدون الطيران مثلا من عنابة إلى تمراس، أو من عنابة إلى جنات، ولا من تلمستان التمراس، ولا الأدرار، ولا البشار، يعني هذه المسافات طويلة جدا. حتى هذه هي المفروض سوق لوحدها، الجزائر بلد كبير هي سوق داخلي، فما بالك السوق الخارجي، السوق الداخلي لوحده يعني قد كثير من الشركات الأوروبية منخفضة التكاليف أحيانا تسافر بعشرين أو ثلاثين فرص 40 أورو، يمكن تسافر من عاصمة أوروبية إلى أخرى 50-100 أورو يعني
بينما في بالنسبه للجزائريين في فرنسا تتعرف في الصيف 600 اورو 700 اورو اذا كنت محظوظا ان تحصل على تذكره. يعني السوق الداخليه مهمه وكما قال اخونا عبد الله فرص لتشييد مطارات جديده. الجزائر تحتاج على الاقل الى 100 مطار 100 مطار ذو جوده عالميه، وخاصة كما قال هنا جبلة تم راست ومدن مثلا مدن في وسط الصحراء وفي شمال الصحراء كما غردايا وورقلة وأدرار وبشار، هذه كل مدن هامة جدا لمثلا شبكة داخلية للطيران للاتصالات بين المواطنين. وكما نعلم أن التواصلات هي شريان الاقتصاد، إذا يعني يكون عندك شبكة طيران داخلية قوية يسهل الاقتصاد ويكون. هل السبب غياب المطارات؟ يعني لحد ما هو معقول، يعني هناك الكثير في كل تقريبا الولايات الأبرز في الجزائر كاين مطارات، أم أنه هناك نقص أو عدم إرادة لتطوير هذا القطاع؟ يا أخي هناك نقص في كل مجالات، يعني نتكلم على الشركة الوطنية، لأن الشركة الوطنية عندها امتياز لملك قدرات داخلية أكثر من الخارج. إذا شركة الطيران الجزائري ممكن أن تكون الشركة الاقتصادية رابحة مع الجزائريين في الداخل أولا وأن تنتشر إلى الخارج من مثلا من طمراست الجزائر العاصمة عنابة أدرار ومثلا غردايا. للأسف الوقت أدركنا طبعا الحديث في هذا الموضوع دي شجون. طبعا كان هناك أيضا حتى حديث عن مفروض فتح هذا المجال للتنافس وحتى شركات خاصة، ولكن جعجعة بلا طحن كما في قضايا أخرى. شكرا جزيلا لك يوسف عمار خوجة الناشط في الجالية الجزائرية، كنت معنا من باريس، وشكر كذلك الناشط من مونريال جبل لصيغ. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.